أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من اللقاء خاص. ضيفنا اليوم شخصية خاصة وضيف خاص، شخصية متمردة ثائرة يثير الجدل كلما تكلم، يثير الرعب في صفوف الحكام ويثير الحماسة في صفوف الثوار. ضيفنا اليوم سرح حديثا من سجن المرجية بعد أن قضى 4 أشهر من أجل الحرية ومن أجل الدفاع عن قيم الثورة. نتعرف على ضيفنا في التقرير التالي ثم نعود. المحامي والسياسي سيف الدين مخلوف هو من مواليد 75 و900 وألف بتونس، أين تحصل على الماجستير في علوم الإجرام من كلية الحقوق والعلوم السياسية، بالإضافة إلى تحصله على شهادة في التحكيم التجاري الدولي. يشغل مخلوف منصب رئيس حزب ائتلاف الكرامة، وقد شارك في مراقبة انتخابات 11 و2014 و2000 ضمن مرصد ملاحظة الانتخابات، كما شارك في كافة التظاهرات التي قادها المحامون أيام ثورة 11 و2000. بدأ ظهور سيف الدين مخلوف على الساحة السياسية خلال ثورة الحرية والكرامة، وكان من أبرز الوجوه الثورية آنذاك. وقبل هروب بن علي سنة 11 و2000 ظهر الرجل ببدلة المحاماة أمام وزارة الداخلية على إحدى الشاشات التلفزية مطالبا بإسقاط النظام، كما اتهم عائلة المخلوع بنهب الأموال. ترشح مخلوف للانتخابات الرئاسية سنة 19 و2000، كما انتخب نائبا بمجلس نواب الشعب على دائرة تونس واحد، وحصل حزبه ائتلاف الكرامة على 21 مقعدا. بعد إعلان سعيد انقلابه على البرلمان في 25 من جويلية، أعلن حزب ائتلاف الكرامة الذي ينتمي له مخلوف أن هذه الإجراءات باطلة وغير دستورية، داعيا الشعب إلى الدفاع عن حريته وثورته. وكان مخلوف قد تصدى في الأثناء لكل الحركات الاستفزازية التي قامت بها عبير موسي تجاهه، ووقعت عدة مناوشات بينهما، حيث اتهمها بخضوع مواقفها السياسية للتمويل الإماراتي الساعي لزعزعة استقرار البلاد. أودع مخلوف السجن في قضيتين عسكريتين بمعية 7 نواب من ائتلاف الكرامة، وتعهدت المحكمة العسكرية بما يعرف بقضية المطار، أعلن خلالها الدخول في إضراب جوع في السجن. ثم قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية في 17 من جانفي 22 و2000 بإطلاق سراحه. في أول تصريح له للجزيرة شدد مخلوف على أن سعيد وجهازه التنفيذي يعيشون عزلة في الداخل والخارج، مؤكدا على أن القضية الانتخابية التي أحيل فيها 5 محامين للقضاء، أحيل فيها لاحقا 19 سياسيا ونائبا في البرلمان للمحاكمة بتهمة تجاوزات انتخابية، معتبرا أنها قضية مفبركة وانتقام سياسي من قبل الرئيس سعيد ضد خصومه السياسيين. سيف الدين مخلوف، مرحبا بك استاذنا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ان شاء الله كفاره، وان شاء الله كانت الفتره نتاع السجن هذه فتره للمراجعه ولمراجعه المواقف نتاعك القديمه، وتكون مرحله نتاع مرحله توبه مما ارتكبته من اثام واخطاء. يبدو هذا اللي عملته انت. سيف، تم اعتقالك يوم 21 سبتمبر اللي فات، خرجت في حاله صراح في قضيه المطار، فيما يعرف بقضيه المطار. في تقديرك بعد المدة الصغيرة اللي قضيتها اليوم خارج أسوار الشزن، شنو اللي تبدل في تقديرك أنت من الناحية السياسية على الأقل؟ تبدل أن الوضع ماشي للأسوأ وبشكل متسارع جدا. تبدل أنه الجبهة المناصرة للانقلاب تقريبا تفتتت. تونس كانت في عزلة دولية، اليوم في النظام صار في عزلة دولية وعزلة داخلية. الوضع المالي للدولة يعني غير مسبوق، وضع معناها كارثي بكل المقاييس. غياب البرلمان منع انه كل الدول تقريبا في العالم تتواصل وتتعاون ماليا مع تونس، باعتبار انه التعاملات الماليه تمر وجوبا عبر البرلمانات. وضع الحريات متردي جدا.
اليوم في مدة وجيزة جدا تقريب كل القطاعات صارت مستهدفة، يعني السلطة التشريعية، السلطة القضائية، الإعلام، النقابات، حق التظاهر، حق التعبير، المحاكمة العادلة، تقريبا كل الحريات صودرت، وحتى الناس اللي ساروا في ركاب الانقلاب في الموجة الأولى يعني بسرعة كبيرة وصلهم يعني الطش بين ظفرين وتحولوا للضفة الأخرى، يعني بعد ما عرفوا يعني بشكل ملموس مآل الانقلابات ومآل خرق الدستور ويعني وصنع التعليلات لتبرير خرق الدستور وخرق القانون وتبرير يعني الاعتداء على خصومهم ومحاربة خصومهم السياسيين. اليوم هم اللي في كذلك وصلهم الضرب، ونتصور النسق المتسارع هذا بشارة خير. نعم، باش نجيوب بالتفصيل لكل النقاط اللي حكيت عليها سيف. بعد يوم واحد تقريبا من دخولك السجن، يعني يوم 22 سبتمبر 2021، تم إصدار الأمر 117 اللي تقريبا يلغي العمل بالدستور ما عدا حسب ما قال الرئيس قيس سعيد ما عدا البابين الأول والثاني، وتم إصدار تقريبا تنظيم مؤقت للسلطات العمومية، وتكونت بعدها لجنة من بعض الخبراء القانون الدستوري من فقهاء السلطان لتأثيث ولكتاب الدستور الجديد. أولا، وانت نائب في البرلمان ورئيس كتله، كيفاش تنظر ربما لهذا الاجراء اللي اخذه قيس سعيد اولا في الغاء الدستور الذي اكله حاكم قرطاج في الاخير؟ انا من اليوم الاول الموقف كان واضح، والموقف مبدئي والموقف قانوني. الفصل 80 هو فصل اجرائي، والاجراءات لا تؤول، الاجراءات تطبق فقط. الفصل 80 يقول انه مجلس نواب الشعب يبقى في حاله انعقاد دائم، وهذه فقرة صريحة لا تقبل التأويل ولا تحتاج محكمة دستورية لتفسيرها، وهي نص إجرائي يطبق ولا يؤول. الفصل 80 يقول أنه لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، كذلك هذا نص إجرائي، ونصوص الإجرائية كذلك لا تؤول تطبق فقط. ما حصل هو انقلاب على الدستور وخرق للدستور من اليوم الأول. للأسف الذين اعتبروها إجراءات استثنائية وضرورية وكل الكلام الذي قيل تورطوا في هذا الموقف، ويعني قدموا له المسوغات للاعتداء على بقية النصوص الدستورية والقانونية. هذا الأمر 117 هو أمر غير دستوري، وبنى معنى غير دستوري. الدستور هو الذي يعطي الصلاحيات للسلطات، هو الذي ينظم هيكلة الدولة ويعطي الصلاحية، رئيس الجمهورية يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، البرلمان يفعل كذا وكذا وكذا، السلطة القضائية تفعل كذا وكذا، الهيئات الدستورية تفعل كذا وكذا. هل من صلاحية رئيس الجمهورية تعديل الدستور؟ لا. هل من صلاحية رئيس الجمهورية إيقاف البرلمان؟ لا. هل من صلاحيته المساس بالسلطة القضائية؟ لا. هل من صلاحيته إصدار تشريعات؟ لا. يعني هو أعطى لنفسه اختصاصات وصلاحيات لم يعطيها له الدستور، وبالتالي فهو خارق للدستور. هنا السؤال، هل هذا له تبرير قانوني أم غير ذلك؟ أنا أقول اللي كل ما حصل لا علاقة له بالقانون، وإذا غابت الحجة القانونية نتحدث فقط على منطق القوة. لكن عنده تبرير سياسي باعتبار أن البلاد كانت تعيش في وضع استثنائي، كانت تعيش في واقع نتاع أزمة، كان ثم نوع من الترذيل للحياة السياسية. الرئيس وجد نفسه مجبرا على تأويل أو قراءة موسعة للفصل 80، ومثل مش قراءة موسعة للنصوص الإجرائية. بمعنى نعطيك مثال، مثلا القانون يقول أن الجنحة تسقط بمرور 3 سنوات القيام و5 سنوات العقوبة. هل يمكن التوسع في هذا؟ نقول لا، نعطيها مثلا 3 سنوات و5 أشهر للقيام و7 سنوات ونصف. لا، النصوص الإجرائية لا تقبل هذا المنطق. يعني ما يسمى بالقراءة الموسعة هذه ممكن يغالطوا بها الناس العاديين العوام، لكن مش ممكن يغالطوا بها الناس المتخصصة في القانون. وأنا ما يحز في نفسي أنه هناك من رجال القانون، ومن سميتهم أنت فقهاء بين ظفرين، من يروجون لهذه يعني التوصيفات اللي هم يعرفوا لي سنة أولى حقوق يعرفوا لي هي توصيفات خاطئة. أنا أقول مسألة ممكن ما انتبهوش كثير متواسع، راهو مشكلتهم مش مع ترذيل البرلمان ومشاكل في البرلمان وهذا كله. المجلس التأسيسي تم إيقافه 55 يوم، صارت اغتيالات سياسية، ربي يرحمهم الشهداء،
جاءوا لم وبعضهم مشاو قالوا حلوا المجلس التأسيسي. هل المجلس التأسيسي ورق تل الشهداء؟ بعد برلمان 14-19 مش قال زبيدي نهبط زوز دبابات ونسكر البرلمان؟ علاش؟ لأنه إذا تونس صار خلاف بين يوسف الشاهد وباجي قائد السبسي الله يرحمه وتشقت الكتلة بتاع نداء تونس وبالتالي ما عادش هما رقم واحد في الحياة السياسية وفي البرلمان، تبدلت بعض التوازنات، إذا نلعب ولا نحارب، طون هبط دبابات وسكر البرلمان. البرلمان هذا حصلت فيه أو نفذت فيها هذه الخطة. فالموضوع ما عندوش علاقة بالبرلمان، هذه مغالطة وهذا استعمال للأدواتهم الإعلامية والافتراضية لإيهام الناس أنه البرلمان هذا فقد شرعيته بعد 20 شهر فقط، والبرلمان هذا فيه كثير من المشاكل، وبالتالي هو رضى للحياة السياسية وسبب خراب الدولة التونسية هو البرلمان. ليه هذا كذب؟ هذه يعني منظومة تضيق بالاختلاف وتضيق بالديمقراطية وتضيق أكثر كلما وجدت نفسها على هامش القرار السياسي، فإما تكون هي لاعب محوري في اللعبة السياسية وإلا يعني تفسد اللعبة بأي شكل من الأشكال. اليوم التوانسة قد يكون ذاكرة قصيرة ونساو، لكن مجلس تأسيسي تعرض لنفس الشيء وبقرارات وتدخلات دولية عاد البرلمان للعمل، ما كانش باش يرجع للعمل وما كانش باش يكون عندنا دستور وكنا ماشيين للمجهول. نفس الشيء بضغوط أخرى لم ينفذ هذا المخطط في الفترة النيابية الفارطة، نفذوه في الفترة هذه لأنه يبدو ملقاوش طريقة لاستقطاب الأغلبية البرلمانية لمشاريعهم الخاصة. إذن سيف ما تعتبرش أنه 25 جويلية كان ضرورة لإنقاذ البلاد ولإحداث الصدمة اللي كانت ضرورية، لأنه ما قيناش حلول قبل 25 جويلية للأوضاع السيدة حين ذاك؟ يعني ما نفهمش الجمل هذه. أنا نفهم أنه رئيس الجمهورية كان يعطل في العمل البرلماني وكان يعطل في العمل الحكومي ورفض المصادقة على قوانين ورفض ختم قوانين، رفض أنه الحكومة تؤدي اليمين الدستورية، يعني ماطل رئيس محكمة التعقيب لقبوله لأداء اليمين الدستورية، عطل التلقيح، عطل وصول مساعدات أجنبية لتونس، عرقل عمل رئيس الحكومة السابق بقطع نظر عن موقفنا منه في كل زياراته الخارجية في ليبيا، في فرنسا، في إيطاليا، في قطر. رئيس الجمهورية فعل كل شيء ليفشل عمل البرلمان وليفشل عمل الحكومة. كذلك كان تعامله من اللحظة الأولى معادي للبرلمان، الناس كل تعرف موقفه من اليوم الأول في رفض تمكين نواب مثلهم أو شأنهم شأن كل نواب العالم وكل النواب في تاريخ تونس من جوازات السفارة الدبلوماسية، وهي ليست امتياز، هي حماية من الدولة التونسية لممثل الشعب خارج تونس كما هو محمي بالحصانة البرلمانية داخل تونس. ثم بدأت المشاورات الحكومية، رفض إجراء المشاورات مع الكتل البرلمانية، ثم يعني رفض أن يتلقى حتى الآراء والاختيارات الكتل مباشرة، والناس كل تعرف وقع على ما سميناها بالجاريتا. يعني رئيس الجمهورية والمنقلب حاليا فعل كل شيء لترذيل البرلمان ولي يعني تعطيل عمل البرلمان وتعطيل عمل الحكومة. نعرفه من شهر جانفي الحكومة بلاش ناقص 11 وزير.